السلام عليكم متتبعي قناة وصفات السريعة. اليوم غادي نقدم لكم رولو روشي بملعقتين دقيق، كيجي فعلا رائع وسهل التحضير. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسوش الإعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد دائما. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله، نبداو على بركه الله في تحضير هذه الوصفه. عندنا كمكونات لهذه الوصفه، عندنا هنايا 130 غرام من السكر الخشن او سكر حبيبات، والحلاوه كتبقى اختياريه. 4 بيضات بحراره المطبخ، ملعقتين كبيرتين ممتلئتين جيدا من الدقيق، رشه من الميل، 20 غرام من الكاكاو المر اي ملعقه كبيره وتكون غير ممتلئه، كيس من الفانيلا من وزن 7 غرام، ربع ملعقة صغيرة من الخميرة الكيميائية أو البيكين باودر. نبدأ على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. أول حاجة كناخدو إناء وغادي نوضعو فيه البيض، السكر الخشن أو سكر حبيبات، الفانيلا، رشة من الملح، وغادي نخفقو جيدا العناصر حتى كيولي الخليط البيض طالع مزيان. وصافي كما لاحظتوا بعد ما كيتكاثر الخليط نتاعي كيولي كثيف بهذه الطريقه هذه، فانا غادي ناخذ الدقيق والبيكنج باودر او الخميره الكيميائيه والكاكاو وغادي نغلبلو، نخلطو شويه بشويه من الفوق لتحت وغير بشويه باش الخليط نتاعكم ما كيتفش. صافي الخليط نتاعي ها هو جاهز كما كتلاحظوا، ما بقاش فيه الطحين من التحت باش كتجبدو هكا غير بشويه، ما تضربوش باش ما يتفش ليكم. الان كناخذ صفيحه الفرن اللي سبق لي انني جلستها، هنايا غلفت صفيحه الفرن نتاعي. الان غادي نفرغ الخليط مباشره. صافي هنايا من بعد ما كتفرغوها كتسرحوا بالملعقه بالظهر نتاعها بشويه باش ما كيتفش لكم. غادي ندخل لاجينواز للفرن على ما كيطيب ليا ونرجع معكم. هنايا من بعد ما طاب لي لاجينواز نتاعي كما كتلاحظوا ما تخليوش يتحمر بزاف باش كيلا لويتوه كيجيكم ساهل وما كيتهرش. الان غادي ناخذ الشيتا والماء وغادي نفزك هذا الكاغيط هذا دغيا دغيا باش كيزول ليا بسهوله. صافي هنايا كنزول الكاغيط مباشره وبسهولة كيزول ليا. هنايا غادي نلوي البويش نتاعي او لا جينواز. هنايا من بعد ما طاب لي الرولو ديالي وبرد ليا تماما غادي نزينوه. هنا عندي قليل من الحليب اللي غادي نسقي به هاد الرولو، وهنا عندي الكريمه اللي سبق لي حضرت معكم، انا هنايا درتها بكميه كثيره باش تكفيني على حساب الرولو. غادي نحط لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. الان غادي ناخذ الرولو نتاعي وغادي نسقيوه، انتما كيما كتلاحظوا كيجي فعلا رائع واسفنجي. كتاخذوا الحليب نتاعكم وكتسقيو به، يمكن لكم تسقيو بمشروب الغاز. بعد ما سقيتها كناخذوا الكريمه نتاعنا وغادي نملأ هذا الرولو نتاعي.
صافي. هنايا من بعد ما وضعت القليل من الكريمه الان غادي نلويو بهذه الطريقه هذه. صافي هنايا من بعد ما لويتها كما كتلاحظوا، الان خلينا ناخذ القليل من الكريمه وغادي نوضع القليل فقط في هذا الفراغ اللي كيكون عندنا هنايا، وهنايا غادي نغطي بالكريمه من الفوق غير شويه واحد القشره تكون رقيقه. هنايا غادي ندخل الرولو نتاعي للثلاجة حتى يبرد لي تماما وغادي نرجع معكم لتتمة الوصفة. هنا عندي لتغطية الرولو عندي هنايا 80 مليلتر من الحليب، وهنايا عندي 200 غرام من الشوكولا سوداء اللي قطعتها بهذه الطريقة هذه، وهنا ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا من الزبدة. هنا غادي نغليو الحليب ثم غادي نضيفو عليه الزبده ونرجع معكم. صافي هنايا من بعد ما غلى ليا الحليب، هنايا من بعد ما غلى ليا الحليب ضفت الزبده ملعقه صغيره ممتلئه جيده من الزبده، الان ساضيف شوكولا. هنايا كتخوي من بعد ما كتخوي الشوكولات غادي تقليوه 5 دقائق بعد تحركوه. صافي هنايا غادي نبدا نحركو كما غادي تلاحظوا. صافي هنايا من بعد ما داب ليا الشكلاط كما كتلاحظوا غادي نخليه شي شويه يحيد ديك الفوال، شي لو درتو على الكيك ما كيدوبش ليا ديك الكريمه. وصافي هنايا من بعد ما برد ليا كتلقاو انه ماشي برد بزاف، فقط يحيد ديك الفوال نتاعو ويتطلق لكم الشكلاط. الان ساضيف لوز كونكاستي صافي. هنايا غادي نفرغ الخليط نتاعي مباشره من بعد ما وضعت اللوز كونكاستي. هنا الا عندكم شي شبيكه اللي تقطر فيها يقطر فيها داك الرولو من الاحسن. وصافي هنايا من بعد ما كندخلو للثلاجه كيبرد لي تماما كما كتلاحظوا، الان غادي نزينو بالكريمه من الفوق. تزين كيبقى اختياري لكم. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع الرولو روشي اللي كيجي فعلا رائع وكيستحق تجربة وسهل التحضير في متناول الجميع. وانا هنايا غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل، كيجي فعلا رائع. وهذا هو شكله من الداخل، كيجي فعلا رائع ويستحق التجربة ورطبة. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم متنساوش الإعجاب للفيديو والإشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد دائما. تلقوا في وصفات أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.